كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك شخص يدعى بابا نويل. وفي يوم من الأيام ذهب بابا نويل إلى القرية ليعطي أصحاب القرية الهدايا، ولكن حصلت له قصة غريبة. إذا كنتم تريدون رؤية هذه القصة فاضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات. وبس خليكم مع الفيلم، مشاهدة ممتعة. ميري كريسمس، ميري كريسمس، سنة جديدة، سنة جديدة، ميري كريسمس. ايوه اخيرا وصلت الى منزل الهدايا. خلي ادخل المنزل الهدايا. اوكي خلي انزل اول مرة. اهلا بك يا صديق المساعد، اهلا بك، اهلا وسهلا يا صديق القزم. اوكي هسه خلي ادخل اول مرة لبيتي. والله من زمان عنا هذا البيت، والله من السنة اللي فاتت ما جاي لهذا البيت. اوكي هسه خلي افتح الصندوق واخذ كل هذول الهدايا واروح اوزعهم على كل سكان القرية، لان كل سنة اني اجي لهنا، انا بابا نويل كل سنة اجي واوزع لهم الهدايا. هاي غزالي، اهلا وسهلا يا غزالي. اي شنو؟ لا الدنيا صباح هسه، شلون ورطة هاي؟ لا ما يصير، لازم بابا نويل يطلع بس في الليل. اوكي هسه خلي اروح انام وانتظر حتى الليل يجي. تقريبا هو بقى 10 ساعات لو ما ادري ايش قد حتى تصير السنة الجديدة، واني همين اروح اوزع عليهم الهدايا هذول اصحاب القرية. اوكي هسه خلي اروح انام وبالليل انطيهم الهدايا مالتهم. وبعد عدة ساعات اجى الليل واستيقظ بابا نويل من النوم. ايوه اخيرا اجى الليل. هسه على السريع، اعتقد كلهم نايمين هسه. بلا خليني اروح لهم اول مره. غزلاني الطائرات، غزلاني. اوكي هسه بس خلي اروح الاول شخص انطيه الهدايا. هسه خلي اروح الاول بيت، واعتقد نايم هو. اوكي هذا ذاك وينه نايم. لازم اصعد له من المدخنه، ما يصير ادخل له من الباب. اوكي بس خلي اخذ البلوكات. اوكي يلا بسم الله. بطني، بطني، لا اوي. اوكي مو مشكلة، خلي اصعد له من هنا. ايوه وين المدخنة؟ ما عنده مدخنة. اوكي مو مشكلة، اعتقد من هنا. اوكي بس خلي اكسر هاي اول مرة. يا اخي والله بطني وجعتني. رجلي. يلا مو مشكلة، خلي يفتح له الصندوق هذا، انطيه شوية اغراض، انطيه نجمة مال كريسمس، وانطيه شوية هدايا لان يستحق هذا. والله بيته مأثثة هواي، يعني شلون مهتم بالكريسمس هذا. اوكي ننطيه كلش هدايا هذا. اوكي خلينا نترس هدايا وننطيه شوية هذولا. اوكي نحطهم في الصندوق، ننطيه شوية من هذولا. وهاي خلي نروح للطفل اللي بعده. يلا واخيرا خلصت من اول بيت، هسه خلي اروح البيت الثاني. والله خلي اشوف انه نايم لو لا. شكله نايم هناك، بس خلي اطلع من هنا. يا اخي والله بطني بتألمني. يلا بسم الله، يلا 1 2 3. اي بطني. يلا اوكي والله انا يدب يا اخي، بس مو مشكله. اوكي خلي انزل على هاي الشجره. اوكي هلا والله نايم، بس يلا على السريع قبل لا يكشفني. بقت تقريبا ساعه على عيد الميلاد. اوكي خلي احط له هدايا هنا. اوكي خلي احط له هدايا بهذا الشكل حتى من يصحى من النوم على طول يلقى كل هذول قدامه. اوكي خلي احط في كل مكان، والله هذا الولد يستحق. وخلي بعد احط له هذول شويه من هنا، وبعدين امضي شويه هذول. يلا هسه خلي نروح الولد اللي بعده. يلا الطفل اللي بعده. يلا ماري كريسمس. واخيرا بقى بس هذا اخر بيت. واخيرا يا اخي والله تعبت، هسه تقريبا صار لي اكثر من ساعه واني جاي اوزع الهدايا حتى اشوف خلص كل الهدايا اللي عندي. اوكي بقى بس اخر شخص. يا اخي بلوكاتي خلصوا. اوكي خلي ادخل من الشباك. اوكي نايم هو. نايم. اوكي يا اخي والله المشكله بس عندي هذا الاشي. يا اخي شو اسوي هساني؟ ها قمت. مين انت؟ ارجع نام. انا بابا نويل. ميري كريسمس بابا نويل. ارجع نام. اذا ما راح ترجع تنام ما راح انتك الهديه. اوكي يلا. لا قولي شنو هديتك. لا ما اقول لك شنو هديتك. لا روح لهناك، روح نام. ما يصير بابا نويل يشوفونها الناس، ما يصير. سنت تعال. شنو اعطيني هديتك. لا ما اعطيك هسه، لازم. والله بعطيك فلوس. يلا فلوس. يلا اي بعطيك. يلا الصراحه بس بقت لي هاي الهديه. اوكي لا ما بيها هذه. شنو ما تبيها يا اخي؟ والله خلصهم كل مع الاطفال الحاره. شو اسوي هسه؟ ابي هديه حلوه الحين. لا يا اخي والله كلهم خلصوا يا اخي، شو اسوي هسه؟ اريد سياره. سياره
يا اخي من وين راح اجيب الفلوس يا اخي؟ ما عندي فلوس. ما ادري، المهم جيب لي سياره. يلا يلا اطجيب. شنو يا اخي؟ والله كل شيء ما عندي فلوس هسه، شلون ورطه هذه يا اخي؟ من وين راح اجيب لك السياره يا اخي؟ 100 جيب لي السياره. 100 مليون يا اخي. لا لا روح جيب 100 مليون السياره يا اخي. شلون راح احصل كل هذول الفلوس؟ مستحيل يا اخي. جيب لي سياره قلت لك. اوكي خلاص خلاص تضربني، هات مد ايدك علي. مو اوكي معلش راح اجيب لك السياره. عندك ساعه مالك. اوكي عشان تجيب لي السياره. يلا يا اخي ايش فيه ذا يعني؟ لان هو عنده فلوس وكثير موارد يمد ايده علي، ما يعرف انه اني بابا نويل سانتا كلوس، ما يعرف وش راح اسوي له هذا. بس خليه ينتظر انه ينام، والله لا اروح ادبه هذا الورع. وبعد مرور 10 دقائق نام الطفل. اي نام 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 نام. حلو 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 حلو. نام نام. اهلا وسهلا. نام نام. اي كفو كفو. اوه شنو هذا الدايموند اللي عنده؟ اي خليه خليه يسرق بعد، خليه يسرق بعد. شو اسمع صوت غريب؟ والله سمعت صوت شخص داخل الحين. دقيقه شوف شنو هذا؟ بلوك الدايموند. دقيقه شوف. والله فلوس، فين راحت فلوسي؟ والله ما عندي فلوس. دقيقه من اخذ فلوسي؟ والله ماكو شخص هنا. دقيقة راح أسأل جاري بس يمكن شاف له شخص هنا. لا والله ماكو شخص. إي الحمد لله عبرت بخير. أوكي هسه خليه يدخل البيت أول مرة، أنزل كل أغراضي كل أغراضي كل الفلوس اللي حصلتهن وأرجع أسرقها مرة ثانية. يا أخي والله ذا مطنوح عنده هواي فلوس. خلاص أنا هسه راح أعتزل أعتزل أصير بابا نويل يا أخي. أروح أسرق لي فلوس وها هي والله كلش هواي فلوس. خلا غزالي شلونك؟ يلا يلا بس شوي ما أتأخر عليك، بعد أجيب لي شوية فلوس من عند هذا الغني ونرجع نسافر لبلدنا. أوكي غزال؟ أوكي بس خليه أرجع هسه أروح أسرقها مرة ثانية وأرجع. أوكي يا هسه خليه أدخلها مرة ثانية. بعدها نايم الحمد لله. او ماي جاد شنو هذا الفلوس اللي عنده يا اخي؟ ما بس لا انت اللي سرقت لي دايموند الحين. لا ماني ماني جاي انظف الصناديق. جبت لي السياره حقي؟ جبت لي. اي جبتها لك، بس لازم احط مكان حتى احط السياره هنا. رجع دايموند اللي اخذته الحين. ما اخذ دايموند عندي. والله بس هاي. اتصل على الشرطه والله. عندي بس هاي. حط لا بالله لا بالله لا يا اخي والله كل شيء ما سرقت. لا. وبعدما ان تعرض بابا نويل على ضربة قاضية على رأسه دخل السجن، وهنا حصلت له قصة اخرى. والله المكان كبير. سانتا فينك؟ اوكي والله ما اي راسي. شنو هذا الصوت؟ شو اسمع صوت هنا؟ راسي. السلام عليكم. شنو الجو برد هنا؟ هاي أنا وين؟ السلام عليكم. أنا وين؟ السلام عليكم. أنت اللي مو اللي ضربتني؟ يب أنا اللي ضربتك، وأنت اللي سرقتني أمس. ما سرقتك يا أخي، قلت لك جاي أفضي فتشيست حتى أحط لك الفراري مالتك السيارة. شنو؟ وفين راحت الدايموند؟ دايموند. الدايموند شنو؟ مو قتلتني؟ أغراضي كلها ما عندك هسه خلاص. لا ما عندي دايموند حق. اوكي عرفت خلاص طلعني، افتح لي الباب وراح اوديك مكان الدايموند حقتك. يلا بس افتح لي الباب. صدق تعرف فينهم؟ اي اعرف فينهم مكان الدايموند حقتك، بس افتح لي الباب وراح افرجيك وينهم. اوكي بس توعدني انك ما راح تنصب علي. لا ما راح انصب عليك، بس شنو مقابلي يعني اذا رجعت لك اياهم؟ راح اخرجك من السجن. صدق؟ يب. اوكي يلا بس افتح لي الباب وراها اوديك مكان الدايموند حقتك. اوكي او مكان فلوسك. يلا بس افتح لي اول مره. شوف عشان اطلعك من السجن يبيلي راح اتكلم مع الشرطة. طيب تعال 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 اجتني فكره. تعال مالها. تعال انت مو هسه غني وعندك هواي فلوس؟ ليش هسه اذا تنطيه ستاك دايموند راح يجي يفتح لنا هو الباب؟ اوكي فروح لانطيه ستاك. والله فكره حلو. اوكي روح انطيه ستاك دايموند وراح يطلعنا من السجن. اوكي يلا روح على السريع على السريع. وبعدما تمكن بابا نويل من الخروج من السجن حصلت له قصه اخرى. اي بس خلينا نطلع اول مره. الحمد لله هذا السجن والله كلش كبير. والله اول مره داخل هاي السجن والله كلش حلو. اوكي بس يلا تعال من هنا. والله حبيبي يلا تعال خلي اندليك وين مكان الفلوس حقتك. يلا تعال بس تعال معي. اي والله الاجواء برد وحلوه الاجواء. اي تعال 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 على السريع. تعال 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 يلا تعال تعال معي. تعال هذا هو بيتي. تعال اوكي يلا تعال بس هنا. اريدك تبقى هنا لا تتحرك. اوكي ابقى هنا لا تتحرك. اوكي خلي ادخل لا تجي معي. اوكي اوكي لازم اخذ اغراضي. اوكي خلي اخذ اغراضي حق السانتا كلوس. اوكي هذول اغراضي وراها اخذ لي هذول الدايموند. طيب لازم اروح. يلا هسه خلي اكلم الغزال مالتي. هاي غزالي مستعد للطيران. غزالي هاي وين هذا غزالي؟ لا يسمعني ذاك. وين غزالي؟
يلا بفلوس يلا. ما عليك ما عليك، انتظر انتظر راح اجيب لك فلوسك. ما عليك يلا جالس استناك. جاي اجيب لك فلوسك. اوكي يا اخي والله قبضت الانفنتاري. اوكي خلي احط له زي كذا الدايموند. اوكي زي كذا، وخلي اتشرت. اوكي بس خلي ادخل. اوكي تعال 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 صديقي، ادخل جوار في ذاك الصندوق راح تلاقي فلوسك. اوكي اوكي يلا 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 مع السلامة. يلا يلا طير يا غزالة. ميري كريسمس. لا لا سانتا اريد فلوسي. ميري كريسمس. ميري كريسمس. باي باي ايها اللعين. سرقناك. يلا باي باي. ميري كريسمس. جاي اشوف، جاي اشوف في اسهم. لا جاي يرمي علي اسهم. اهرب يا غزال، اهرب اهرب يا غزال. لا اهرب اهرب، ايش في ذا؟ لا راسي هذا شنو؟ هاي بابا انا عايش في المستشفى. هاي شنو؟ ها ذكرت ذاك الشخص اللي كنت اني طاير بالغزال ووقعني بالباب. يا اخي والله هذا الشخص ايش فيه علي؟ والله شو اسوي يا اخي؟ طيب هسه ليش ما اهدي له سياره وخلصنا يا اخي؟ خلي ارجع للمنطقه مالتي يا اخي، والله طفشت هنا. بس لحظه اعتقد اكو واحد هنا يشتغل في السيارات. اعتقد هذا المحل اللي يبيع السيارات. بس خلي اتخلى اول مره. هلو السلام عليكم حبيبي، شلونك؟ هلا هلا هلا. طيب الصراحه اريد اقول لك شغله، انا اريد اشتري سياره بس اكو شغله ما عندي فلوس. ايش رايك السنه الجايه 2021 اجيب لك فلوسها؟ اوكي طيب انت بابا نويل؟ اي انا بابا نويل. مالك انا ثقه بابا نويل ما يقدر. اوكي طبعا راح اهديك دي السياره. صدق يعني راح تهديني اياها؟ والله حبيبي مشكور، عشان كل اولادي يحبوك. صدق يا اني انا اعتقد ذاك اليوم رحت لكل اطفالك وانطيتهم كلهم هدايا، كل اصحاب هاي القريه رحت وانطيتهم هدايا. يا اخي انا كلش كريم. بس تقدر تنطيني سياره هسه؟ طيب بابا نويل فين تريد السياره؟ فين اريدها؟ اريدها يم ذاك الشخص الغني اللي عنده هواي فلوس، عرفته لو لا؟ اوكي نايس. غدا ان شاء الله غدا في الليل راح تكون جاهزه. تمام شكرا لك، والله شكرا حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه اتشبع اطفالك هدايا. اوكي يلا مع السلامه. يلا باي باي. ايوه اخيرا اجى الصباح وقال لي بعد يوم لو بعد يومين تكون السياره جاهزه. بس خلي اروح لاول مره واشوف السياره جاهزه لو لا، او في المكان اللي قلت له عليها. صراحه ما ادري يا اخي. اوكي هاي السياره. اوكي خلي ابشر هذا الغني. اي سلام عليكم. بل خلي اشوف السياره. اوه والله السياره حلوه فيها هدايا. والله الصراحه هذا السنه الجايه الا ما اشبع هدايا. هاي سلام عليكم. اي صديقي اهلا وسهلا، شلونك؟ تمام ثاني ايش تبي تسرقني؟ ترى ايش رايك؟ اوه ماي جاد اشتريت لي سياره. اي اشتريت لك سياره، ايش رايك بها السياره؟ والله شكرا انسان. حبيبي حبيبي. طيب بس اريدك تساعدني في شغله. اوكي يلا. الصراحه انا يم بيتي ما لقيت ذاك الغزلان، فقلت انت اللي اخذتهم، تقدر تدليني وين الغزلان مالتي حتى اقدر ارجع البلد مالتي؟ تراني اخذتهم وحطيتهم هناك في بيت الجده، بس عشان لما ترجع تعطيني السياره راح اعطيك اياها. صدق يعني هم هسه يم بيت الجده؟ والله دليني وين هاي بيت الجده ودليني وين. اوكي يلا تعال منين. خذ صندوق ذا، ذي نجمة عشان تتذكرنا كلنا. والله ما عليك أذكركم بها. وشوية فلوس وسادل عشان تركب عليهم. يلا حبيبي مشكور حبيبي. أوكي يلا العام الجاي أجيكم. أوكي يلا إن شاء الله. يلا يلا, يلا مع السلامة. بس خلي أصعد على الغزال مالتي. يلا مع السلامة. مع السلامة. ماري كريسمس. ماري كريسمس. باي 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 سانتا. مع السلامة.